في إطار الأزمة اليمنية وما تحمله من تداعيات على الدول الخليجية، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الصراع انتقل بين القوات الموالية للإمارات وتلك التابعة لحزب الإصلاح في محافظة شبوة، وأن مرحلة جديدة يبدو أنها لن تخلو بالنسبة للرياض من تجاوز الإمارات للخطوط المرسومة لتقاسم النفوذ في المحافظات الجنوبية. فهل من تباين للمصالح بين الرياض وأبوظبي في اليمن؟ في التفاصيل، اعتبرت الأخبار أنه على الرغم من أسرار التشكيلات التابعة لأبوظبي على التوغل في وادي حضرموت والسيطرة على كامل المحافظة، طرح فيتو سعودي ألزمها بوقف المعركة والانسحاب إلى شبوة وتسليم بعض المناطق النفطية فيها، إضافة إلى خط العبر المؤدي إلى السعودية سلمت إلى قوات محسوبة على الإصلاح. الأخبار تابعت أن هذا القرار فاجأ مجموعات العمالقة ودفاع شبوة وحتى الإصلاح نفسه، بعدما كانت القوات الموالية للإمارات قد ضربت عرض الحائط بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته اللجنة العسكرية التي شكلها مجلس الرئاسي وفقا لتعبير الصحيفة. والواقع بحسب المصدر السابق أن خطوة تجميد الهجوم اتخذت بعد اتفاق الرياض وأبوظبي على أن تحل تشكيلات مدعومة من الأولى محل القوات المحسوبة على الإصلاح في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، في مقابل منح الإمارات السيطرة على كامل محافظة أبين والتي تشكل بالنسبة إلى أبوظبي حائط صد يفصل بين قواتها في عدن وتلك التي في شبوة. الأخبار نقلت بحسب ما يقول متابعون أن الهدف هو السيطرة على كامل المحافظة وإخراج قوات محور أبين ومن ضمنها ألوية الحماية الرئاسية التابعة لعبد رب منصور هادي، وهو ما حصل ليل أول من أمس مع دخول تشكيلات الانتقالي إلى مواقع القوات المشار إليها من دون مواجهات. الأخبار اعتقدت أن التحولات المتسارعة خارجة عن إرادة الطرفين المحلية المتصارعة في اليمن، فيما تصب نتائجها في مصلحة الرياض وأبوظبي حصراً، وعلى رغم رد فعل حزب الإصلاح العسكري والسياسي لتلافي نهايته المحتومة إلا أنه لم يستطع تجنب هذه العاصفة. وختمت أن الخلاف بين السعودية والإمارات يدور حول طريقة استئصال هذه التحولات، حيث تفضل الإمارات الخيار العسكري، فيما تجتهد السعودية في إنهاء حضور حزب الإصلاح العسكري بتخريجة أخرى وعلى مراحل، خوفة منها من تغير تحالفاتها الداخلية والخارجية.